حضرتك الدفتر ده دفتر ايه؟ متعرف بيك الاول الاستاذ عمرو الدسوقي مدير مدرسه الثانويه العسكريه. انا شايفك في دفتر قديم كده، الدفتر ده دفتر ايه؟ ده دفتر سجل الطلبه من سنه 1919 لغايه 1948. كل طالب هنا متسجل بقى من سنه 1919 متسجل اسمه زي ما باين كده، اسمه واسم والده وتاريخ ميلاده ومحل اقامته. وفي طلبه من جميع مختلف المحافظات، السويس وبورسعيد واسماعيليه والمنصوره والقاهره. مين ابرز الشخصيات اللي هنا في الدفتر وتخرجت من المدرسه؟ انا عارفه المدرسه من سنه 1908 واسسها فاروق الاول زي ما حكيت لي قبل التسجيل. ابرز الخريجين بتوع المدرسه البشمهندس مشهور احمد مشهور رئيس هيئه قناه السويس سابقا، البشمهندس وجيه اباظه رئيس مجلس قياده الثوره ومحافظ القاهره والبحيره سابقا، اللواء علي زيكو قائد القوات الجويه سابقا، الدكتور عادل عز وزير البحث العلمي سابقا، وكثير من الشخصيات اللي احنا بنحاول ان شاء الله نعمل يوم ندعو خريجين المدرسه، خريج المدرسه، لان المدرسه زي ما تعرفي حضرتك ان هي 1908 وعد عليها 108 سنه، وفي اطار الاحتفاليات عايزين نأسس مكان للمتحف والحاجات التراث دي اللي عدى عليها 100 سنه وبقت اثر. ده اطلس كان معمول عن قسم الوسائل التعليميه في المدرسه سنه 1973، عامل تفاصيل لكل اداره. اداره الزقازيق كانت اداره واحده من الشرق والغرب، وجايب جميع القرى بعدد السكان بتاعها، ومتناول بالتفصيل عدد المدارس الابتدائيه وعدد المدارس الاعداديه وعدد المدارس الثانوي. تمام. ادي الادارات اهي حضرتك باينه، ادي كده المدارس الثانوي، كده مدرسه، كده مدرسه اعدادي، كده تجاري، وعدد البلدان او القرى اللي حوالين الزقازيق بعدد سكانها سنه 1973. طيب ايه، انا كنت شايفه كده في المبنى الثاني كان في مطبخ من سنه 1908. المطبخ ده كان بيخدم، كانت المدرسه داخلي، وكان الجزء ده بيخدم الطلبه اللي كانت بتبات هنا في المدرسه، كانوا بيقيموا هناك، كان طبعا المبيت والتغذيه هناك، فكان بيقوم على خدمه الطلبه، وكان طبعا وهو لا زال يعمل بكفاءه نادره وليه مدخنه صحيه، وكان وفي سخان، حاجه تراث يعني يفخر بيه كل شرقاوي، في ان مدرسه الزقازيق الثانويه العسكريه من اقدم المدارس بتعادل المدارس السعديه والخديويه اللي موجودين في محافظه القاهره. طب انت كمدير مدرسه حاليا بتفكر خطتك ايه للمدرسه ان انت تحيي التراث ده وتستغل المساحه الكبيره؟ انا شايفه المساحه كبيره جدا، في شجر نادر بره، يعني في نخله عمرها 100 سنه انا صورتها، في شجر عصفور الجنه وشجر عيد الميلاد، شجر مختلف كتير موجود هنا في حديقه المدرسه. هو انا ماشي ان شاء الله على نمطين، ان شاء الله نعمل الاكاديميه لشغل فراغ الولاد الطلبه بتاعتنا، والناحيه الثانيه ان انا بدعو ليوم للخريجين عشان الولاد بتوعنا يقتدوا بالقيادات والنماذج اللي حضرتك شفتيها المشرفه دي، يبقى الولاد يعرفوا النموذج كويس، وفي نفس الوقت انا استثمر ان الاكاديميه الرياضيه دي بحيث يبقى الطالب في اللي عايز يلعب كره سله، اللي عايز يلعب كره طايره، اللي عايز يلعب كره يد، اللي عايز يلعب كره قدم، اللي عايز يعمل جيم، يبقى المدرسه متكامله صيف وشتاء.